يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لماذا يقول والدي كبير في السن ويعاني من مرض الهرم، وهو يصلي لكنه ينسى ويتكلم في صلاته، فهل نأمره بالإعادة أم ماذا نفعل معه؟ الله جل وعلا قال: فاتقوا الله ما استطعتم. إذا صلى على حسب استطاعته هذا يكفي، ولو تكلم فيها، لأن هذا من غير قصد ومن غير، إنما هو بسبب الكبر والهرم، فصلاته صحيحة إن شاء الله. نعم.